بعد يبدل هو إشارة بعد السابع طلع في الشكل هذا إشارة أصلية شمالة مقابلة كيف يدش وشفنا أنه عشان أكبر أحصل الدالة الأصلية إيش الدالة الأصلية كانت في الفكواز الدولانية للدالة وديني لو بعد فلتر بشار إنه أصير شوية تداخل ما بين النسخ المختلفة للإشارة مع الآخر إنه الشفت اللي صار يكون كبير من ذلك بحيث إنه الريت كهذا كان يكون بعيد عن بعض شفنا هذا الشرط إيش هو كان إنه ما لازم يكون إيش أقل من أنت على إيه على تين أو العكس إنه أنت أشبه أكبر الأب لا هذا الشرط لو تحقق بضمني إنه ما تصيرش عندي عملية الأليات طب لو ما تحقق مش نفس المرة اللي فاتت بتصير عندي اليادي مش بتصير النسخ المختلفة حوالين اللي هي الليمت هذا اللي بنسميه نايت كونستريت اف اس على 2 ايش بتصير في عندي في الاشارة حواليها في الداخل مش الحال وبالتالي لما انا اجمع اللي هي النسخ المختلفة ايش اعطيني وقت الفلو بس فلتر اعطيني اشارة شكلها مختلف كلية عن النسخة الاصلية بس في نقطة مهمة بدناش ننساها هذا انه التسمية طلعوا على الإشارة هذه أفقس على الدنيا أفقس على الدنيا إيه صار فيها فعليا لما أنا صار فيها الترددات اللي هي اللي أفماكس مش أقل من أو تساوي أفقس على الدنيا ماشي حال صار في تداخل وين التداخل صار حوالين مين حوالين أفقس على الدنيا فعلوا أفقس إيش وضاقت أفقس على الدنيا ماشي التداخل صار حوالين النقطة هذه لاحظ إيش اللي صار لأنه لما أخذت جزء من الإشارة هذا وايش سويت فيه؟ شلته وضويته ايش قوي وخليته ضمن الاشاره الاصليه، فهمنا عليه كيف؟ الاشاره الاصليه كيف كان شكلها؟ زي هيك، انا لما جيت اخذت الجزء هذا من الاشاره اللي بعد والجزء هذا من الاشاره اللي هي من قبل وقصيتها كان ايش سويت؟ حرفيا يعني ايش سويت؟ كان انا عندي ورقه زي هيك اللي هي الاشاره كانها ورقه وقصيت منها الجزء هذا وقصيت منها الجزء هذا ورجعت ايش سويت فيها؟ ثلاثة ثانية عشان هذا شريك الفريكوانسي هذا أبحث عن ايش بسميها أنا فوق الفريكوانسي اللي هو ايش؟ تردد الطوي عندهم الطوى كانوا كانوا الدالة ايش معنى الطوى اللي هي ايش حوالين نفسها كانوا هي عبارة عن كتاب وايش؟ الطوي اللي هي مش كتاب بدك جمع جمع بتصير زي هيك بس هي كأنه هذه الدالة ايش معنى الطوى بتجمع على نفس عشان نسميه هو ايش الفولدنج افكت كانت تتداخل يعني بس اسمه بشكل عام مطلق اقصى اثنين هي الفولدنج افكت انا سالتك بعد ايش الفولدنج افكت قصدي هو افكت على طيب احنا طالما ان الاشاره عندي اذا كانت ما تحققش فيها الشرط يعني بس اللي عندي كان مش اقل من اف اس على 2 اللي هي تسمي الثيوريم او ما حققش النايت كونستريت بالضبط ايش قلنا بصير عندي حاجه اسمها ايش؟ اريال بصير تداخل بين النسخ السابقه والنسخ اللي هذا في بعض الاحيان اشارات عندي تاخذ رينج كبير يعني انا بدي اعملها سامبلينج اما محتاج سويتش سريع او انه ايش؟ او انه انا بدي اشوف حل عملي لهذه العمليه ومن هذه الاشارات قلنا الصوت شرط الصوت بيقول لنا وين بتروح؟ من أربعة فعليا بتروح من أكثر من أربعة بكثير من 20 مش أكثر يمكن يضرب وصل لأنها درجات عالية كثير بس يمكن يقول يعني فعليا تقريبا 99% من الباور موجودة وين ما بين مثلا 16 كيلو مش حال 16 كيلو هرتز طبعا اذا عملها سامبلينج معناته بدي سامبلر سرعه قد ايش؟ 32000 سامبل في الثانيه. كان هي السامبلز الموجوده البندس اللي بيسمح الان فيها في التليفونات كانت بس تقدر تاخذ 8000 كيلو ايش؟ سامبل في الثانيه بسبب البندس طبعا اللي هي السيف وحسب سرعه السويتش الموجوده يعني. طالما بقدر اخذ انا بس 8000 سامبل في الثانيه فانا بقدرش افوت عليها هذه الاشاره والا ايش بصير عندي انا؟ بصير عندي الياسي فانا مضطر اني ايش اسوي؟ سوي ان هذه الاشاره تروح على الستاندر مضطر اقطع الجزء كبير منها طب ليش بقدر اعمل هيك؟
لانها الاشاره لو باس سيجنال، معظم الانرجي تبعتها مركز لوين؟ ضغط الصوت، معظم الطاقه مركزه حوالين مين؟ عند الدي سي فاليو عند الصفر، وبالتالي اشارات هي ترددها عالي هذه من 4 ل 16 تشكل نسبه خفيفه من الاشاره، مش صلب الاشاره، مش كل معلومات الاشاره موجوده، مش معناته انا ما بقدرش معلومات، انا ضغط المعلومات مهمه اللي هي زي بصمه الصوت، انا حكيت بحكي معك اياك اول مره على التليفون ايش بصير؟ بقدرش تميزه ممكن اللي حكي معك قبل هيك، صار مسجل في المخ بصوت على التليفون كذا، ليش؟ لانه في اللي هي البال مثلا من 4 ل 16 كيلو هير راح له الصوت، اللي هي المحددات تاعت اللي هي ايش البصمه تاعت الصوت اللي تميز صوته على الصوت باقي اللي هو ايه؟ البشر. فمعناته هذا الفلتر ايش بسميه انا بقص الاشاره هذه، ايش الهدف منه؟ اللي يتغلب على ايش؟ على الاليازم، فبسميه ايش؟ انتي اليازم فلتر. فالانتي اليازم فلتر ايش هو ثاني؟ هو فلتر انا بستخدمه عشان اخلي الاشاره تتناسب مع السامبلر، اذا في عندي سويتش سامبلر صرت كذا ماشي الحال وموجود معي الله يعني السويتش هذا موجود بالجاي، اذا دخل عليه سيجنال عشان افضل ان السيجنال هذه ما يصيرش فيها اليازم فتحته على يقول السامبلر هذا 16 مثلا في عندي سويتش بوك 16 ايش؟ 1016 كيلو سامبل في الثانية، معناته مش مسموح لأي إشارة، فلو إذا أعلى من 8 كيلو إيش مالها؟ يفوت عليه ولا بصير أليان، حسب مين؟ حسب هذا، بعد كده لازم أسوي؟ لازم أقص الإشارة، لو بدي أدخلها على فلتر، أي حاجة فوق ال 8 كيلو إيش يسوي فيها؟ يشيلها، هذا إيش بسميها يا شباب؟ لو بس فلتر إيش بسميه؟ أنتي أليازي فلتر، تمام؟ الآن خلصنا نص عملية الانتقال من الأنالوج للديجيتال. خلصت على نص عملية الانتقال من الأنالوج للديجيتال. بدي أشوف الآن النص الثاني. نرجع ثاني لأنه عندي إشارة أنالوج. أول خطوة إيش قلنا؟ ليش بدي اعمل سامبلينج؟ نرجع للكلام، ليش بعمل سامبلينج؟ لانه بدي اخذ كل السامبلز الممكنه، صحيح؟ بدي اخذ كل القيم، ليش؟ لانه بدي ذاكره لا نهائيه، او سويتش سريع الى لا نهائيه، في الحالتين هذه العمليه مستحيله، فانا مضطر اخذ ايه؟ فاينايت سامبلينج، لكن احنا نقول سامبلينج فيوري بتقول لي انه فيش مشكله، انت بتقدر تاخذ فاينايت سامبلينج طالما انت ملتزم بالشرط اللي كتبناه هناك، ماشي الحال؟ اللي هو ايش؟ فيش عندي مشكله، بقدر اعمل فل ريكونستراكشن للداله ماشي الحال من غير مشاكل، طالما انه انا اللي هي الفريكونسي والاف اس اكبر من ضعف اعلى تردد موجود معايا ماشي الحال، فهذه الاشاره بترجع لهذه الاشاره ايش مالها؟ من غير اي مشاكل 100% فل مش اي خطأ. اول خطوه ايش قلنا احنا؟ لاحظ انه هذا انا لسه بتعامل مع مين هذا؟ مع تي ماشي؟ يعني عشان ما ظنيش اكتب انه تي اس 2 تي اس 3 تي اس 4 تي اس اي حاجه في كتابه فقط قلنا هذا الاكسس كله بقسمه على ايش؟ على تي شو بصير عندي هذا؟ ان ولذلك ايش بصير؟ هي الديسكريت سامبل اكس اوف ان بصير الرقم هذا ايش؟ حلو 1 2 3 4 5 بس بديش انسى هذا الرقم 1 2 3 4 5 مش رقم مطلق هو رقم السامبل وهو بيعطي بوينتر للزمن يعني قلت لك هذا السامبل رقم 4 متى كان؟ ضربها السامبل تايم، السامبل تايم مثلا نص ملي سكند فكل 4 هذا النص يعني تحصل بعد 2 ملي سكند من بدايه التسجيل ماشي الحال وقعت الفكره؟ طيب الان هل خلصنا هيك؟ يعني احنا عملنا عمليه السامبلينج ايش بنسوي الان؟ بدي على فرض تسجل بدايه التسجيل على كمبيوتر معناته كل سابق من هذول انا ايش بدي احولها؟ لا بيت ستيشن لانه الكمبيوتر ما بيستعملش غير الباينري لانجوج 0 1 بعد اول خطوه خلصناها اخذنا السابق الخطوه الثانيه ايش بدي اسوي؟ بدي اعمل عمليه كودينج كودينج هذا ايش هي؟ انه اعطي كل داتا هذه ايش مالها؟ مسمى الان لو حكينا لواحد ولد صغير جيب له صغير وما تكتبش عليه رقم قلت له تكتب دفتر او لاندري اكتب سبار وحاجه وقال لي اكتب سبار وحاجه بطريقه عشوائيه بلا الدفتر كامل
فجيت لو اخذت انت اي مجموعه من الكتاب اللي كتبها هذا الولد لها معنى؟ ملهاش اي معنى، صحيح؟ فاحنا بنعطي الاشياء ايش؟ احنا بنعطي الاشياء معنى. بس بنتكلم في الاخر بنعطي ايش؟ الاشياء معنى زي اللغه مثلا، في شجره اللهم انا الشجره اللي موجوده هي شجره لكنها مقطوعه مش عارف ايه، لكن هي تري اسمها بالانجليزي اللي بيقولوا شجره الفرش اللي هي انت اللي بتعطي لما مجموعه الحروف انا مستناك معنى. هنا الاصفار والحاجات ملهاش اي معنى، احنا احنا ايش؟ اعطيناها معنى. هذا المعنى هذا ايش هو؟ بدي يكون في الجامعه في السابق، معناتها انا بدي يكون في عندي قاموس انه صفر صفر تعني ايش؟ واحد واحد تعني ايش؟ واحد صفر تعني ايش؟ وهكذا، ماشي الحال؟ وقديش الصالح كان من حرف الكلمه الواحده عشان ايش؟ افترضنا انه في عندي فيكس يعني كل الكلمات هذه نفس العدد من الحروف، معناتها بدنا نشوف قديش انا بقدر اخزن انفورميشن، يعني بدي احول انفورميشن هي الفاليو لايش؟ لا باينري نمبر، ابستراكت باينري نمبر. فلو انا جيت قلت لك عندي كل بقدر اخزن بس كل سامبل وبيت واحد، يعني بي كانتين ايش تساوي؟ واحد. اكمل شو سايد اكمل كلمه موجوده عندي؟ صفر او واحد، او نقول مثلا الصفر بتساوي 5 فولت، الواحد بتساوي ايش؟ بقدر اخذ بس كلمتين. الصفر مثلا بتساوي بقول هذه مثلا 5 فولت، فاذا كان عندي 5 فولت حصلت انا وين بحولها لصفر؟ والصفر شفت قديش تعني 5 فولت، والواحد تعني ايش مثلا؟ ناقص 5. لو علينا قلنا بي بتساوي 2. لو الخلال عندي شباب هنا 4 كلمات، مش الحال؟ فبقدر اعطي ايش؟ 4 ليفلز بس. طب لو كان عندي 3 8 كان عندي معناته عدد الليفل الممكن انا اسجلها، يعني عدد الليفل ممكن انا اعملها تحويل دائما ايش تساوي؟ 2 باور بي، وبي هي ايش؟ عدد الاحرف او البيتس في ايش؟ في الكلمه الواحد. معناته لو انا بدي دقه لا متناهيه اسجل كل القيم، معناته البي هذه بدها تكون ايش مالها؟ انفينيت. يعني تصور انا عندي بدي اسجل كل القيم من ناقص 5 ل 5 والريزولوشن عاليه جدا، يعني انه ل 20 بت 20 خانه مثلا فولت 5 فولت 1 1 1 1 ل 20 خانه. لكن بالنسبه للتوقع بده يكون في عندي 25 بده يكون 5. سهله العمليه هذا تكون ايش؟ قلت لك انا بدي اعمل الليفل هذه ستيب ايش بدها تكون؟ صفر 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 19 صفر وبعدين ايش في عندي انا؟ حتبقى هذه ايش؟ عالية جدا جدا جدا. ايش بدي اطلع اسوي ساعتها؟ بدي ايش؟ انا بقول لك من ليفل مختلف حيكون في عندي من 5 ناقص 5 مثلا 5 ناقص 5 ايش اعطيني؟ 10 على على ايش؟ على 10 ناقص 20 صحيح؟ هذا الرقم اللي بيطلع عليه ايش فيها انك بتجيب الممكن عندي يطلع 10 باور ايش؟ 21 صحيح؟ 21 صحيح؟ اللي هي تقريبا تساوي باين هيك رقم كبير جدا جدا جدا. لو اخذت لي لوج الاثنين 10 باور 21 بدي ايش كمان بيت للكلمه الواحده؟ بدي عدد كبير من البتات للكلمه الواحده، معناته انا بدفع ثمن غالي كل ما بدي اعمل ريزوليوشن اعلى كل ما بدي ايش؟ ذاكرة أعلى، وأنا مضطر آخذ ليفل حسب الجهاز اللي عندي، لو مثلا جهاز خفيف والنمرة تبعته محدودة مثلا أردوينو والذاكرة تبعته كذا كيلو وما بقدرش أنا أزود الذاكرة هذا أو إيش أزودها، معناتها أنا مضطر إنه آخذ عدد الليفل مضطر الليفل إيش معناها؟ قليل. ماشي تتفق على أن أول معلومة إنه أد بتساوي إيش؟ 2 باور بي، ثاني معلومة إيش هي؟ أنا مضطر إنه ما أخذش كل قيم الدالة، إيش لازم أسوي؟ لازم اعمل عمليه تقريب هي هذه كوانتايزيشن. كوانتايزيشن يعني عمليه تقريب اقرب ايش؟ كوانتم ليفل او ايش؟ اقرب ليفل موجود عندي. هذه كوانتايزيشن انا اشوف ايش بصير بالضبط فيها، اشوف اللي هو ايش؟ تصور عندي هذه الداله، تصور عندي هذه الجالة ماشي، الجالة وين رايحة؟ الصفر ل 1 ماشي؟ فيها كم جزء من الصفر ل 1 تبقى انفينيتي لو كنت مسجل انا كل الليفل، اضطريت ان اخذها بس على سبيل المثال اخذ الليفل وين تكون موجودة؟
قديش 10 فولت ايش 1 ماشي الحال. طبعا الداله هذه انا اخذت السامبل واحد سكن، مش شرط واحد ياخذ سامبل ثاني، بس على سبيل المثال اخذت كل سامبل كل قديش كل واحد سكن. الان بقدرش اخزن القيمه تاعت الداله ثاني بالدقه اللامتناهيه تبعتها، شو بضطر اسوي؟ اقربها لايش؟ اقرب ليفل عشان اقدر بالاخر احول هذا الليفل لمين؟ لبايلر. اذا عندي مثلا 10 او 16 ليفل، 16 ليفل بروحوا لكل كلمه ايش؟ اربع نقطات، على طول انا بشوف 001 بترجمها لرقم من هذه الارقام. واضح العمليه؟ الان لما اقرب ايش بده يصير؟ انه هذه بوينت عندي واحد تقريبا، طبعا هذه بوينت 9 تقريبا، بوينت 9 هذه بوينت 8 1 بتنزل وين؟ بوينت 8 وهكذا. هذه ورا بالعين، هذا بصير بوينت 7، هذا بصير بوينت 7، هذا بصير بوينت 6، هذا بصير بوينت 5، هذه بوينت 5، مش حاطط بقربهم. الان سؤالي المهم، بعد عملية التقريب، الإشارة الخضراء هذه الأصلية مش موجودة عندي، الإشارات اللي أنا خزنتها الليفلز الموجودات هم الإشارات اللي هي الحمراء هذه، صحيح؟ ريد لاين. الآن هل في إمكانية أرجع للإشارة الأصلية 100% على كل الإنستراكشن؟ لا، ليش؟ بقدرش أرجع، لأن المبدأ اللي أنا بحكي لك إياه دائماً في عملية التحويل لازم تكون إيش؟ 1 تو 1 مش موجودة هنا. ليش؟ لأن صار في رينج كامل كله ممكن ان يقرر لنفس النقطة، ايش معنى كلامي؟ لو انت تصور اي تصور اللي هي النقطة هذه ماشي؟ انا مضبوط 100% الدالة الأصلية كانت بوينت 8 وكلهم بعد بوينت 8، بس ممكن انه الدالة كانت عند بوينت 8 5 عند بوينت 9 قررتها لمين؟ لا ممكن تكون قديش؟ بوينت 5 ممكن تكون بوينت 8 2 ممكن بوينت 8 1 3 3 بوينت 7 بوينت 7 9 9 9 صحيح؟ في عندي ايش؟ انفينيت نمبر اوف بوسيبيليتيز كلهم بيروحوا لمين؟ لنفس النقطة. هذه النقطة ممكن ترجع واحدة فيهم؟ لا مستحيل. يعني بضل عندي ايش دائما؟ بعد ما عمل عملية الكوانتيزيشن بضل في عندي ايرور، في عندي خطأ. قديش قيمة الخطأ هذا؟ نص حسب ايش؟ الآن تقييمة نص الشدة اللي هي ايش؟ نص الدلتا. لا حتساوي قيمة حقيقية وما تساوي قيمة ايش؟ بعد كوانتيزيشن أو العكس. تقييمة يعني بقول لك مثلا الدالة كانت الدالة هذا مثلا بوينت 8 1 قربتها لبوينت 8 ايش الخطأ اللي صار عندي؟ بوينت 0 ايش؟ بوينت 0 1 بوينت 8 1 ناقص بوينت 8. هنا الدالة كانت مثلا بوينت 5 4 قربت لبوينت 5 ايش كنت الخطأ؟ بوينت 0 1 بطلع الدالة الأصلية من ايش؟ من الهرم بطلع بطلع ايش؟ قيمة الخطا. بس هنا قيمة مطلقه ما بتعطينيش معلومات عن الخطا بصوره كبيره، ماشي؟ بتعطينيش معلومات عن الخطا، بتعطيني لارقام الخطا ممكن يكون بوينت 1 بوينت 3 ممكن ايش كمان اعرف معلومه انه الخطا بروح من وين لوين؟ من وين لوين بروح الخطا؟ اذا انا اعتبرنا انه هذا هو الستيب بدا صفر ونص الستيب من وين لوين ممكن يروح؟ سالب 1 بدا على 2 بدا على 2 والناقص نص الستيب ايش؟ نص الستيب. مش كيف لو انا عندي بوينت 9 نص الستيب قديش بده يكون هنا فوق؟ بوينت 9 5 وهذه بده يكون بوينت 8 5. هذه قديش قيمة الخطا حتكون لو هذه كانت الداله كانت بوينت 9 5 ضربة لبوينت 9 بوينت 5 لو كانت الداله هذا بوينت 8 5 ضربة لبوينت 9 نص قيمة الخطا ناقص بوينت 0 5 فالخطا ممكن يروح الناقص دلتا على 2 لمين؟ دلتا على 2 الناقص يعني زي ما قلت لك انا النصاص اللي قريبها لواحد ماشي الحال ثلاثة ونص بتقرب لأربعة ماشي الحال قديش خطأ هنا؟ ناقص نص. طب أربعة ونص قربتها لأربعة قديش الخطأ هنا؟ نص. طيب هي نص الستيب السالب ونص الستيب بالموجب الخطأ بروح عليها. طب قبل ما أكمل الآن الستيب سايز هذه كم بتساوي؟ الدلتا هنا بوينت واحد تمام حتى ما كان الليفل الموجود عندي صحيح؟ يعني ايش عرفت الدلتا بالنمبر اوف ليفل؟ احنا اول حاجه اخذنا معلومه ان ال تساوي صح؟ اول حاجه اخذناها ثاني حاجه اخذناها الدلتا ايش بدها تساوي؟ الدايناميك ريج للداله، الداله بتروح من وين لوين؟ شو بدك تكتبها هي هذه الدلتا؟
ماشي؟ فهذا بتروح من X ماكسيمم أعلى قيمة لـ X ناقص X مينيمم على إيش؟ على عدد الليمت. لو بدك كيف دقيق وجبتكم بسالة ناقص ما حدش، لأنه لو أنا عندي 2 ليمت كم الدلتا موجودة؟ واحدة. لو كان عندي 3 ليمت كم الدلتا موجودة؟ اثنين. فهي بقول لي إيش؟ ناقص واحدة. بس M بالعادة بتكون لارج، وبدك تقول هذا الكلام تقريبا على ام، ماشي؟ حال ال ايش مالها؟ ال تمام؟ طور يعني كل ما قلت دلتا كل ما زادت الدقه وقربنا على اكس 100%. هذا الكلام اللي احنا بنوصله الان في نهايه المحاضره، هذه اول محاضره اللي جاي. الان في شيء مهم كثير، انه انا صار عندي ايرور، انا حولت الان في الثابت نفس الشيء مشاكل، انا بقدر اعمل ثابت واعمل كل الكونستراكشن من غير ايش؟ اي خطا يصير معايا في الموضوع. الان لما عملت كوانتايزيشن في عندي ريفيرسبل ايرور، صار في عندي خطا غير قابل للاسترجاع، يعني خطا موجود معايا نصب عيني ممكن انا اقلله، فبدي اشوف مقياس، كيف اقيس هذا الخطا؟ ماشي الحال؟ هل القيمه المطلقه للخطا هي مقياس للخطا؟ في العادة سبب الاحصاء لا. ليش؟ لانه لو انا اجيت وقلت لك الخطا ممكن يكون مثلا زي ما قبل شويه مثلا كان ناقص 0.05 وكل بعديها بشويه يكون 0.05، يا جماعه هذا القيم مش بتعطيني صفر، يعني ممكن يصير عندي خطا قيمته ناقص 3 وخطا قيمته 3، واجي اشوف مجموع الاخطاء هذا اقول ناقص 3 زائد 3 صفر، معناته ما صارش عندي خطا. لا صار، بس صار في عندي خطا المقدار ناقص 3 وخطا المقدار 3، معناته قيمه الخطا لحالها هذه مش مقياس. مين اللي قيس لي قيمه الخطا؟ اللي هو ايش؟ اما باخذ القيمه المطلقه او بالاحصاء باخذ اللي هي ايش؟ الفاريا، ماشي الحال؟ الفاريا تبع الخطا، قديش الخطا اللي هو انا بعتبره صفر اللي هو الاساس، قديش قيمه الخطا بتتفاوت او بتنتشر حوالين الصفر، هذه ايش بنسميها؟ الطاقه تاعت الايرور. كل ما الطاقه تاعت الايرور زادت او الفاريا تبعت الايرور زادت، كل ما قيمه الايرور كانت ايش مالها؟ كبيره، كل ما الفاريا قال بدنا نقول مقياس انه الايرور كان ايش ماله؟ قليل. واضح العملية؟ هي مقياس الفاريا عن متوسط الخطأ اعتباره صفر، لأنه الخطأ كان طبيعي إنه ما فيش خطأ، الأساس إنه ما يكون فيش خطأ، إن الدائرة الأساس إيش؟ هي الأصل، أو بالتالي كوانتيزيشن ثلاثة زي ما هي معناته الخطأ صفر، إذا صار في خطأ بنقول له بالسالب بجيب ليش؟ الفاريا اللي هو إيش الفاريا؟ الفرق تربيع مجموع قيم الدالة أو الخطأ تربيع بالنسبة للصفر، مش الحال على عدد، أو بجيب بشكل اخر بعتبر الاشاره الخطا كانها اشاره سيجنال وبجيب القدره والباور تبعت هذه الاشاره، الباور تبعت الايرور تعطيني مقياس قديش في ايرور، ماشي؟ طيب الان طالما حكينا على الاشاره، الاشاره هذه انا قررتها وصار فيها عمليه خطا، الخطا هذا لحاله كقيمه الفاريا تبعته يعني القدره تبعت الخطا هذه، هل برضه بتعطيني مقياس حقيقي قديش الخطا اللي صار؟ هل هو جسيم ولا لا؟ لا، دائما الخطأ هو مفهوم نسبي، ليش؟ لأنه في الآخر إذا أنا بتعامل مع اللي هو حاجات مثلا بالمليار، صار خطأ عندي بالأعداد الآحاد، مش عندي مشاكل، ماشي الحال؟ بس لو أنا بتعامل مع أرقام خانة واحدة وخانتين وصار عندي خطأ في اللي هو هذا معناته إيش؟ دائما الخطأ إيش ماله؟ نسبي، بمعنى آخر لو أنا جيت من صفر لواحد عملت 20 ليفل ماشي الحال وجبت اللي طبعا الخطا نفسه حيكون لو ايش؟ لو انا جيت عملت الخطا كان الداله كانت بتروح من مثلا من صفر لمليون قلت 20 ليفل، هل حيكون قيمه الخطا هذه كانت نفس القيمه نفس التاثير؟ لا، التاثير يعني ايش؟ بيكون مختلف، معناته ايش بيكون في عندي انا؟ قديش الطاقه تاعت الاشاره الاصليه؟ قديش الطاقه تبعت مين؟ تبعت الخطا، لازم نقارنهم في بعض، طاقة الإشارة كبيرة كثير بالنسبة لقيمة الخطأ، معناته ما فيش عندي مشكلة. طبعا أول حاجة بدي أتعرف إيش هي الطاقة، سواء كانت لا اللي هي الفاريانس تبع الخطأ تبع قياس الإحصائي اللي هي نفس المفهوم في الحافظ الهندسة، أو قديش الطاقة تبعت الإشارة اللي هي الإشارة الأصلية أي إشارة، ماشي؟ فأول حاجة أنا بدي عشان أجيب المقياس هذا، إيش المقياس اسمه؟ سيجنال كل في السلايد ده
يعني هاي بدنا نجيبها انا اليوم والمحاضره الجايه. ايش هي؟ قديش نسبه السيميلر باور تكون تنش النويز يعني ايرور يعني. يعني ايش؟ ايرور بس عشان تعرفين على ايش؟ على كلمه نويز بشكل عام. بيني قديش سيجنال نويز تكون تنش ايش؟ نويز ريشيو. طيب طالما بدنا نحكي على باور قدره بعد بنفهم ايش يعني باور بالنسبه لاشاره كهربائيه. كل اشاره كهربائيه لها طاقه موجوده فيها مش الحال؟ انا لما بحكي مثلا الفولت هذا بعطيه كذا طاقه او قدره تبعته بالنسبه للطاقه على الزمن بكل اشاره فيها مخزنه ايش معنى؟ زي اي جسم زي اي حاجه فيها طاقه مخزنه فيها. قديش الطاقه المخزنه في الاشاره الكهربائيه؟ هي ايه؟ عباره عن مجموع مربع الداله هذه، مجموع قيم تربيع قيم هذه الداله، يعني انا عندي اشاره بشكل هذا ايش الانرجي المحتوى الطاقه اللي موجوده في هذه الداله ايش بدنا تساوي؟ ما قلناش تكامل من صفر الى في لايش؟ هذا ايش بيعطيني؟ قديش في طاقه قديش مجموع الفولتيات تربيع للداله هذه بيعطيني قديش الطاقه الموجوده فيها؟ كل اشاره موجوده في الطبيعه هي في الغالب لها طاقه، بتيجي قدامها نقطه بدايه ونقطه نهايه عشان يكون التكامل هذا محدود يكون في طاقه لازم تكون الدالة تبدا من نقطة وتنتهي من نقطة، هذا واحد. ثاني حاجة قيمها ايش مالها؟ لازم تكون محدودة مش عارف شو بالاخر ايش بسوي؟ لازم تكون ايش قيمها محدودة ما تروحش لا نهاية ماشي الحال؟ فبالتالي في أي إشارة الإنرجي تبعتها محدودة بسميها ايش؟ إنرجي سيجنال إشارة طاقة. وهذا هي أي إشارة صوت صورة بالاخر هي عبارة عن ايش؟ إنرجي سيجنال لها طاقة محددة بقدر أقول إنه هذه الإشارة الطاقة اللي فيها 5 جول أو 100 جول أو 200 جول بقدر أجيب الطاقة تبعتها. الطاقة الإشارات اللي هي في العالم بتكون بتروح لما لا نهاية لا 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 إذا كانت ضوئية الإشارات إذا كان مش إنرجي بتكون نان إنرجي سيجنال. إذا فيش لها إنرجي فاينانت محددة بنسميها نان إنرجي سيجنال. الآن النان إنرجي سيجنال إذا كانت بتتكرر كل فترة والبيريود تبعتها طاقة بتاعت السنجل فيديو فاينايت هذه بنسميها ايش؟ باور سيجنال. يعني انا عندي اشاره زي هيك سوري لو وين الاشاره؟ بتصير ما لها نهايه لما لها نهايه، مش الانرجي تبعتها ما لها نهايه، الانرجي ايش مالها؟ ما لها نهايه لانه بدي اجمع الطاقه المساحه تحت المنحنى بتصير ما لها نهايه، كم الطاقه اللي فيها هذا ما لها نهايه. طيب انا الان مش هتعامل مع الطاقه هذه بمفهومها، هتعامل معها بعض الدورات انا هتعامل فيها مع الداله. طيب ليش شرط الكهرباء؟ شرط الكهرباء زينا زي هيك، هل انا بتعامل معها رساله ما لها نهايه ما لها نهايه؟ قديش انا بستهلك؟ فهذه قديش الطاقه اللي موجوده في كل ايش؟ في كل دوره، الطاقه في كل دوره هذه هي ايش؟ يعني الطاقه على الزمن تصير قدره كهربائيه. فهذه ايش بسميها؟ باور سيجنال. ليش؟ لانه لها فاينايت باور ضمن فاينايت زمن معين، بس بشرط ايش مالها؟ الداتا في الفيديو ده ايش مالها؟ بتروحش لايش؟ لنهايه، فبنسميها ايش؟ الباور سيجنال. ليش بحكي هذا الكلام؟ بيندم كثير اللي بكون بعد هيك، ليش بحكي الان؟ لانه بدي اجيب اللي هي ايش؟ الباور ريشيو. فانا بدي افترض الان اشاره عشوائيه، خلينا نفترض الساينوسويدا، هاي هذه فرق. نفس الكلام بتنطبق على هذه الاشاره بتنطبق على اي اشاره ثانيه. بدي اجيب انا ايش؟ سيجنال باور تو ايش؟ ايرور باور تو ترانزيشن ايرور باور. اول حاجه نفرض عشان الكلام يكون بمثال، نفرض اشاره اللي ايش هذه الاشاره؟ ساينسود اللي هي في دايما تساوي ايش؟ اوميجا تي ماشي الحال؟ طيب ايش الطاقه اللي موجوده في الاشاره الساينسويدا؟ ايش هي؟ سيجنال باور بنسميها دي استر، ايش الدي استر يعني؟ سيجنال باور من وين اشتريتها بعد صاير؟ من وين اجى؟ دي نسبتها كامل بدك كامل من هذه الداله من صفر ل 2 باور قبل كم من هذا؟ اي تربيها بايش؟ هذه الداله لو كملتها انا ايش بدي اعطيها تكملها النهايه تبعتها؟ وهذه الداله اي داله صاير السوجر صاير او كوزاين دائما الطاقه تبعتها قد ايش؟ عشان ما تطلعش عندي التكامل ايه تربيع. طب قلت لك داله متناثيه ايش بدي اسوي فيها؟ اكملها على دوره ثانيه واقسم على الزمن. جبنا الان الشق الاول هذه مقسومه لشقين،
سيجنال باور والايش؟ الكواتريزيشن نويز او ايرور باور. معناته عشان اجيب الباور تبعت النويز بتعرفه، بدي اجيب قديش اللي هو الايرور نفسه. خلينا نشوف كيف بدي اجيب الايرور نفسه. هاي طبعا حكينا وش بيساوي قلنا؟ بدنا نعرفه بالاول. اما بدي اعرفه انه هو القيمة الحقيقية ناقص القيمة بعد التقريب، او القيمة بعد التقريب ناقص القيمة الحقيقية، مش مشكلة، اثنين حكون نفس النتيجة. انا بالاخر انا ايش اللي هو الباور عندي ايش كانها حتكون مجموع مربعات الداله، مجموع مربعات الداله. فانا اخذت انا اللي هو القيمه الحقيقيه ناقص القيمه المقربه، او القيمه المقربه ناقص القيمه الحقيقيه، ايش الفرق؟ احنا ايش حناخذ؟ القيمه الحقيقيه ناقص ايش؟ القيمه المقربه. مش هتفرق معي. هاي الصايد المثال تبعنا خلينا نشتغل، والكلام هذا ينطبق على اي مثال، كلام النص الثاني هذا هنا ينطبق على اي مثال. نشوف مع بعض كيف انا ممكن اجيب دائره ايرور كداله. ماشي، فنمشي معاه، نمشي معاه خطوه خطوه. هاي الداله بتصير السوداء لما ابدا فتحت وهكمل زي هيك بدي اضيف اسئله شفتوا مكانها. ماشي، ونيجي لليفل محدد. الليفلز اللي عندي هاي ايش هم؟ بتحط لهم الكلام يكون عام صفر. اول ليفل حشوفها ايش تكون؟ دلتا. ثاني ليفل هنا حشوفها ايش حتكون؟ ثالث ليفل هكذا، وين ايش حتكون الليفل هذا؟ ماينس دلتا. تمام؟ الان انا بدي ارسم مين؟ بس ما الداله الاصليه؟ لا مش علاقه فيها، يعني انا بدي ارسم داله مين؟ الخطا ايرور، كوانتايزيشن ايرور. ماشي؟ نيجي عند النقطه هذه. طبعا هذا ليفل، صفر عباره عن ايش؟ عن ليفل. تعال على النقطة هذه بالضبط، هي نقطة عندها تي بتساوي صفر. ماشي الحال؟ عند تي بتساوي صفر، قديش قيمة الخطأ؟ الدالة كانت صفر، قربتها لصفر، صح؟ صفر. قديش قيمة الخطأ هنا حتكون؟ صفر. طيب، لو أنا طلعت طلوع، قيمة الدالة هنا كانت بوينت واحد، الدالة هنا صفر، ماشي الحال؟ قديش قيمة الخطأ؟ بوينت واحد. بوينت اثنين ناقص صفر، قديش قيمة الخطأ؟ بوينت اثنين. لوين انا حبني ماشي اعلى قيمة الخطا؟ نص الدلتا بشكل عام المفروض هي ايش؟ لبوينت نص بخير دلتا واحد بشكل عام حتكون لوين؟ صرصور بشكل يعني انا اقل شوي دلتا واحد. مع انه الخطا هي بحيث يزيد بطريقه لينير 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 لحد ما اوصل لنقطه وين؟ بوينت خمسه. اللي هي ايش حتكون قيمة الخطا فيها؟ قيمة الخطا حتكون ايش؟ دلتا على دلتا. هذه القيمة أنا بدي أسميها، لازم أسميها بالزمن. فبدي أنزل من هنا نقطة وأشوف قديش الزمن اللي هنا بتفترض إنه تاو. ماشي الحال، إيش تاو الآن؟ هي النقطة اللي بوصل فيها الدالة الأحمر لأكبر قيمة خطأ في إيش؟ هذا الاتجاه، هو بوصل لها إني قيمة الدالة ثاني بوينت واحد، ناقص صفر، قديش تخرج في الخطأ؟ ناقص بوينت واحد، ناقص بوينت اثنين، عند وين حبيت أنا أنزل في الخطأ؟ إيش؟ ناقص دلتا على اثنين. صحيح، وين هذا بصير؟ بالسيمتري وين حصير هذا النقطة؟ ماينس دلتا على اثنين. عند ناقص ايش؟ ناقص تاو. تمام؟ فالدالة بتروح لنا وين يا شباب؟ تاو ناقص تاو. خلصنا هيك؟ لا خلينا نكمل اخو. الآن النقطة هذه لو قربتها أنا عندي خيارين، دلتا على اثنين عندي خيارين، أقربها لصفر أو أقربها لمين؟ لدلتا. لو قربت الدلتا على اثنين لدلتا، قلت شو كنت الخطأ حتكون؟ حتكون ايش؟ سالب دلتا على اثنين، صحيح؟ لأنه ايش؟ القيمة الحقيقية ناقص اللي هو ايش؟ الثاني اللي هو هذا النقطة اللي احنا قلنا دلتا على اثنين، قيمة الدالة ناقص دلتا، ايش بتصير؟ ناقص دلتا على اثنين، فهذه ما أنا بقربها بتكون قيمتها خطأ. تقريبا الصفر تكون قيمة الخطأ دلتا على اثنين، أو بقربها لدلتا قيمة الخطأ ايش حتكون؟ ماينس دلتا على اثنين. تمام؟ طيب لو ضليتني ماشي 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 عند النقطة هذه هي تقريبا اثنين تاو، قديش قيمة الخطأ حتكون؟ دلتا بقربها لمين؟ لدلتا. طب وهذا؟ ثلاثة دلتا على اثنين لمين بقربها؟ قديش قيمة الخطأ حتكون؟ معناتها ايش في عندي هنا؟ في دالة ايش مالها؟ لا يا دكتور بشكل صح. ايش في عندي دالة؟ كبيرة. وانا زدت نفس العملية، كثير شو معنى الدالة هذه؟ تتكرر، كل قديش تتكرر طيب؟ اثنين تاو. اثنين تاو. كل قديش؟ تاو بالسالب، سالب بالتاو،
نيتا. فعندي وصلنا لنتيجه مهمه كثير. النتيجه المهمه كثير الشيء بتقول الخبر هي دالة بيبلك. طالما انه بيبلك معناته لها قدره، مش مشكله، احنا بدنا القدره تاعتها. ايش القدره تاعتها قلنا؟ وتكامل مربع الدوره الواحده على زمن هذه الدوره. فبدي اجيب معادله للداله على دوره واحده. يعني الان اتوقع انه خطا هذا جبناه. الان بجيب دي كيو هي شاد النويز تبع الخطا او الضغط تبع الكوانتيزيشن نويترون ايش بدها تساوي؟ واحد على 2 تاو، ايش 2 تاو؟ زمن الدوره. بتكامل دوره واحده ليش ليش اخذته هيك؟ عشان نحله بايش؟ بدنا نجيب له معادله. ايش اخذت من الصفر ل 2 تاو؟ اخذت من لمحه دوره تاو لانه معادله واحده. ايش اخذ دوره ايش؟ معادله واحده. نرجع للاساسيات. ايش هي معادله خط مستقيم؟ 100% نرجع تاني هي شاد الداله تساوي ام في الفتره هذه زائد بي. شكل معادله الخط المستقيم الميل الفاريبل زائد ايش؟ الواي انترسبت. صحيح؟ اي معادله عامه لاي خط مستقيم. قديش البي هذا؟ وين بيطلع الصفر هذا؟ عند الصفر. طب قديش الميل بتساوي ايش؟ مقابل كتبها هذا هيك دي كيو في الفترة هذه مساوي تاو لتاو. ايش ايش قيمته قلنا؟ الميل قديش الميل؟ مقابل على المجاور. ايش مقابل هذا؟ انت على الميل على تاو على المجاور على تاو في ايش؟ في تي. حد ذات صفر اللي هو ايش؟ الوار انترسبت. وجبنا الخطا بالعداله الدوريه، جبنا معادله الخطا بدوره واحده طلع زي خلص. الان بس بضل عندي خطوتين عشان اطلع الحال. ايش بدي اسوي؟ بدي ارفع الفيلا عنده كامل رفع الدوبين. يعني دلتا تربيع تربيع في التاو تربيع. هذا الكلام كونستنت طالما برا. ايش بدي اعطيني؟ صحيح؟ تكامل هذه تكعيب عتلة 2 هي ناقص تاو لتاو عوض في تاو ناقص تاو. هذه تاو اوديا تاو تكعيب ناقص ناقص تاو تكعيب 2 تاو تكعيب. يعني اعطيني ايش؟ 2 دلتا تربيع تاو تكعيب على ايش؟ على 8 ضرب 3 في ايش؟ تاو تكعيب. تاو تكعيب مع تاو تكعيب بتروح 2 مع 8 بتصير 4. شو ضل عندنا هنا؟ تربيع على ايه؟ على 12. مش الحال بتصير ايش؟ دلتا تربيع على 12. طيب عندي هنا انا نمسح البحث كله وناخذ الخلاصه. ماشي بمسح البحث كله واخذ اللي هو ايش؟ بس بكتبه بتاخذ اللي هو ايش؟ اخر نقطتين وصلنا لهم. جبنا ايش؟ احنا كل الكلام الخرابيش اللي سويناها هذه جبنا حاجتين. جبنا الطاقة تحت الإشارة جبنا الطاقة تبعت مين؟ تبعت الخبر والتنسيق نود. بالنسبة للتناسب بيناتهم أعطينا مقياس إنه كل ما زاد كل ما الوضع كان كويس والحياة حلوة، كل ما كان سيء على الوضع مش تمام بدي أحاول إيش؟ أحسن. الان عشان انا اجيب النسبة والتناسب اذا بقدر اعبر عن حالة غير الحالة الثانية بدي احاول اني ابسط الامور بابسط الصورة ممكن. بسأل حالي سؤال، هل الدلتا لها علاقة بالاي ولا لا؟ الدلتا ستيب سايز له علاقة بالاي ولا لا؟ له علاقة. شوف ايش هي علاقة. ماشي؟ سؤال ثاني، هل الستيب سايز له علاقة بالاي؟ هل بقدر ابسط اشيل الاي انا مثلا؟ ماشي؟ فانا الاشاره ايش اللي اخذتها انا؟ ايش الاشاره اخذتها يا شباب؟ سايز تروح من وين لوين؟ ماينس انفينيتي. احنا قبل شوي اخذنا السايز ايش بتساوي؟ اكس ماكس على ايه؟ على ال تقريبا تقريبا ال كبيره اكس ماكس يا معلم قيمه هذا ايش قلنا؟ دايناميك رينج من وين لوين بتروح الداله؟ الداله من وين لوين بتروح؟
صح
أربعة أسنين. أربع أسابيع وخلص. لو سمحت دكتور بعد إذنك إيش قصة الجديد؟ ديسيبل. هو الديسيبل مش مقياس حقيقي. الديسيبل هو عبارة عن نسبة بين شيء وشيء. زي الأندرويد. الأندرويد تي بي. مأخوذة على الديسيبل تبع الصوت. ماشي الحال؟ بس هي مقياس هندسي انه من الاخر انا لما اقارن الباور بالباور فايش بسوي؟ بقسم الباور على الباور بياخذ ايش اللي بيحبه مسكينه جوا هي مش مقياس هي عباره عن ايش؟ طيب الان اللوغاريتم ثلاثة على اثنين زائد الكلام اللوغاريتم غالية شوية بالبركلات عاصل الضرب ايش بصير؟ بصير جمع الجيم بيان اختلفنا عليها لأسفية عشرة مجرد من ثلاثة على اثنين تطلع واحد بوعد سبعة ستة وهذا بتعطينا عشرين البين المجرد من اثنين جيب عشرين المجرد من اثنين تعطينا المجرد من اثنين تقريبا ثلاثة ثلاثة في اثنين ثلاثة وقول ثلاثة عشرين وتعطينا المجرد الأساس عشرة ولا اثنين عشرة هذا هو ايش هذا؟ يعني تربيع معهم؟ كل ما بدون تربيع زود الامتداد تحت السامبل يعني كل ما زود الليفل اعلى ليفل واحد بزيد الريشيو ب 6 دي بي او النسبة بتتحسن عندي واحنا بنضيعها في شباب ب 4 اضعاف 6 دي بي يعني ايش؟ 3 دي بي ايش يعني؟ 3 دي بي ثلاثة دي بي يعني ضعف يعني إشارة نسبة إشارة على إشارة تساوي ثلاثة دي بي إذا كانت الإشارة في البسط ضعف الإشارة في المقام إذا ناقص ثلاثة دي بي يعني إيش نص ستة دي بي يعني إيش أربعة أضعاف بدون تربيع دكتورة هو إيش يعني طلع هاي أنت بدون تربيع إيش اثنين إيش كل ما غير بي بيت واحد السيجنال ما بدوش الضرب كان عليه 4 يزيد هذا المقياس قديش 6 دي كفيكم اليوم ان شاء الله المره الجايه بنعدي على السيجنال